الرئيس السيسي يصل إلى مدينة سوتشي لرئاسة القمة الإفريقية الروسية. روسيا تؤكد أن العدوان التركي على سوريا انتهاك لسيادة دمشق. ولجنة التحقيق في تظاهرات العراق تؤكد عدم إصدار أوامر بإطلاق النار، ورئيس الوزراء يعتمد نتائجها. الخامسة مساء، الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة سوتشي وذلك لرئاسة القمة الإفريقية الروسية مشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيعقد خلال الزيارة لقاء قمة مع الرئيس الروسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والأصعدة. كما سيعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الروسية الإفريقية، إلى جانب مشاركته في إطلاق المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي. وأوضح المتحدث الرسمي أن القمة الإفريقية الروسية هي الأولى من نوعها، وستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين الجانبين. قال نائب وزير الخارجية الروسي أن العدوان التركي بشمال سوريا ينتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية. وقال المسؤول الروسي أن القوات الروسية فقط هي التي يحق لها قانونا أن تكون في سوريا. وصل آلاف المتظاهرين الاعتصام في ساحة النور في طرابلس بلبنان وسط مطالبات برحيل الحكومة الحالية ورفض حزمة الإصلاحات الطارئة التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات. يأتي هذا فيما أعاد الجيش اللبناني فتح الطرقات في مدينة صيدا جنوبي البلاد. اعتمد رئيس الوزراء العراقي نتائج لجنة التحقيق في التظاهرات وأحالها إلى القضاء. وكان التقرير النهائي بشأن مظاهرات العراق كشف أن السلطات لم تصدر أي أوامر رسمية بإطلاق النار على المتظاهرين، كما أوصى التقرير بإعفاء عدد من قادة الشرطة والعمليات والضباط من الخدمة. قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن قادة الاتحاد الأوروبي سيقررون خلال الأيام القادمة إذا ما كانوا سيمنحون بريطانيا تمديدا جديدا للموعد النهائي، وذلك لمغادرتها الاتحاد الأوروبي. وأضاف توسك أن قرار تمديد البريكزيت لثلاثة شهور جديدة يعتمد على التطورات في لندن وما سيقرره أو يرفضه البرلمان البريطاني. يشار إلى أن البرلمان البريطاني رفض أمس إجراء تصويت على اتفاق بريكزيت الجديد، والذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي، معللا ذلك بأن التصويت يشبه التصويت الذي تم السبت الماضي، وبالتالي فإنه مخالف لقواعد البرلمان. نهاية هذا الموجز الإخباري مشاهدينا، للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.